نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. شكرا بزاف. كنساليو الصوريه ديالنا مع 11 الله اكبر، وكنغوميرسي المغرب كله. وديروا الكمامه يعني ولا بد، الا بغيتينا نبقاو حالين حتى 11 نديروا الكمامه ونديروا اتونسيون بروتيجي فو. وشكرا وعاش الملك. المهم السلام عليكم ورحمه الله. كنشكروا اذاعه نجمه على هذا اللقاء هذا اللي تلاقينا معكم في هذا المكان ديال الاكل، وحنا فرحانين على 11 ليله الليل تقريبا. انا شخصيا جيت من الولايات المتحده الامريكيه مده 4 ايام هذه، وجيت لمراكش كنتفاجئ بالثمانيه كيتوقع كل شيء كيتوقف. بكل صراحه كنت اش غنقول لك، حازيه ما باغيش هذه المساله هذه، ولكن ملي داروا 11 راه عجبتني دابا، يعني ولا واحد برولونجمون ديال الانسان يعني بحكم ان الصيف دابا والحراره، الناس تيخرج عائله ديالهم تيخرجوا للساحه، الحمد لله غترجع اعاده الحياه من جديد، فهمتي اش غنقول لك؟ يعني اللهم ارفع يعني بالوباء، ملي كان الوباء وهذا البانداميك ديال كورونا 19 يعني تسبب مشاكل كثيره في السياحه الى اخره. الحمد لله دابا 11 الليل هذه بادره طيبه دارتها الحكومه، وان شاء الله كنتمنوا تمدد. السلام عليكم. مراكش راه ظاهر وناشطين على هاد 11 د الليل، مزيانه بوغ لي جون ساكن وهنايا دي زيميغرون كلشي عجبهم الحال. مراكش غزال تبارك الله، وراه اول ما قالوا 11 جينا حنا شدينا الطريق وجينا، لان مراكش راه هو القلب ديال المغرب كله. وكنتمنى ان شاء الله يحيد علينا هاد الوباء ونكملوا في الطريق مزيانه، ويبعد علينا العديان ويخلي لنا سيدنا. وبغينا الطلب عندي زوين يطلقوا لنا الطريق للجاليه اللي بغات تجي، راه من ساكن الناس كاينين اللي ميتلي الوالدين ديالهم مازال ما دخلوش. وانا كنتكلم لان انا كنت عايشه برا بالنيابه عليهم، يدخلوا لنا الجاليه ديالنا يطلقوا لهم الحدود، يطلقوا لهم الحدود. راه كيتشكاو وكيكتبوا يوميا وتيطلبوا من سيدنا باش يطلقوا لهم الحدود، واخا غير شهر، لان الى بروفيتو في بلادهم وجاو شافوا عائلتهم. وشكرا للنجمه تيفي. نهار كبير هذا ونهار زين ملي تلقوا لنا هذا 11، وتنتمنوا الناس يتفائلوا معنا والناس مساكن لها التقهرات، ونهار زوين ان شاء الله ويكون كل شيء بخير وعلى خير. وتنتمنوا يهز الله علينا هذا الوباء وهذا 11 الله الا تنتمنوها تبقى ديما ان شاء الله، ويبقاو الناس راه الناس تقهرات بزاف والله اخويا، الناس تقهرات كورونا بديك الثمانيه، وملي جات هاد 11 راه كلشي الناس فرحات وكلشي الناس مبهجه، والناس البهجه راه مبهجين هاد الناس البهجه ملي جات 11. وتنتمناو كلشي يكون بخير وعلى خير، والناس راه فرحانه، والخوت كلهم خرجوا، والناس خرجت للجرادي، والناس مفائله مزيان ومفائله مع 11. تحيه خاصه لكم مجموعين. خويا تقضيت 11 اخويا بخير الحمد لله، بعد اليوم الحمد لله القضيه شويه منوره، وكاين شي شويه الرواج، الناس خرجت شويه من الدار، داك الزمت وداك سميتو اللي كان ما بقاش الناس مزموته في دارها، وحتى حنا تنفسنا واحد شويه. 11 دابا كما تشوف اخويا الساحه راه شويه بعدا بدا كيرجع لها واحد شويه ديال بنادم، بدا كيدخل الناس. حاجه وحده اللي خاصها الساحه اخويا، كي تشوف دابا مالي الماكله وما راه شي حط باقي ما حطش، داكشي راه غادي بشوي بشوي، باقي خص العشابه حتى هما يحطوا، خص الحلاقيه حتى هما يجيو، خص شي شويه ديال البراني يدخل، واخا هي الناس ديال ولاد البلاد. اليوم حنا في قلب مراكش الحمد لله في ساحه جامع الفنا، اللي شحال هذا وهي مسدوده ما فيها حتى شي حاجه، كلشي قاعد كلشي مريتي حتى شي واحد ما خدام، ولكن الحمد لله ملي تلقات هذه الوقيته هذه عطاونا حتى 11 انسان هو خدام تيحرك الامور، وباقي جاي ان شاء الله وطامعين في المستقبل ان شاء الله يكون ظاهر احسن من هكا، لان المغرب الحمد لله اصبح مغرب اخر، ماشي من المغرب اللي كان، المغرب اللي كانوا تيعتمدوا جميع الدول، مغرب ضعيف. الحمد لله حنا مغاربه اصيليين، مغاربه شرفه من مالكنا حتى لشعبنا، كلشي شريف الحمد لله في هذا البلاد. والمغرب اليوم اصبح من
من العواصم ومن البلدان اللي تعتبرها جميع الدول في المقدمة، والحمد لله وحنا فرحانين. وكورونا ما همتناش، الحمد لله سيدنا جاب لنا العلاج وتفاجئنا حتى حنا في قلوبنا مع هذا الشيء اللي وقع في فلسطين. والحمد لله اللي انتصروا على اليهود، انتصروا عليهم الحمد لله، والصلاة على سيدنا محمد، وعاش القدس وعاش مولاي عاش ملكنا سيدي محمد وعاش مولاي الحسن، اللهم لا الحمد والشكر، ودامت لكم الأفراح والمسرات من مدينة مراكش والمغرب الكبير. تنشكروا هذه القناة ديال نجمة اللي هي جات عندنا وشرفتنا في هذا النهار المبارك اللي هو ديال 11 الليل، اللي هنا هو سعيد وسعيد كبير وفرح المغاربة جميعا من طنجة حتى للقويرة. وحنا كمراكشيين حنا في هذا المنبر الساعة الجديدة اللي هي 11 الليل راه فرحت جميع المراكشيين اللي هما تيقابلوا الساحة. وشحال دابا شوفوا الساحة منذ هاد الحالات الطوارئ اللي عاشوها يوم الثمانية، كانوا مساكن محرومين من هذا الجو السعيد اللي هو جو الفرجة وجو السعادة وجو الفرحة، اللي هما فرحانين وسعيدين. وحنا الحمد لله راه فرحانين بهذه الساعة الجديدة اللي دخلت عندنا بالفرحة والسرور، وراه جات فوقيتها. والحمد لله راه حتى السلطات المحليه اللي هما كانوا حارسين على هاد حال الطوارئ راه من حقهم، حنا هي راهنا صحه المواطنين خايفين على صحتنا وصحه جميع المغاربه، هذا الشيء راه لمصالحنا. وراه الحمد لله راه هي النتيجه بانت، كنا تفوقنا واحد التفوق كبير في اللقاح، وراه ان شاء الله غاديين حنا بواحد المرتبه عليا كان مغاربه، ديما المغاربه ديما تيحتلوا الرتبه الاولى، انهما ديما تيكونوا ابطال، وراه ديما ابطال، وراه سيدنا الله ينصرو ضحى بالاقتصاد على قبل الشعب ديالو. وعاش الملك. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا باخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام.